في مرض معروف اسمه هشاشة العظام. ايه اكتر حاجة اصعب من هشاشة العظام ممكن تصيب الانسان؟ ظاهرة حصلت في حياتنا كتيرة دلوقتي اسمها هشاشة العلاقات. هشاشة العلاقات بتحصل لما الناس تقل ثقتهم ببعض، بتحصل كمان لما الناس ما يكونش نفسهم طويل. اضرب لكم مثال، ظهرت فترة الأخيرة عبارة زي اعتزل ما يؤذي. العبارة دي انتشرت انتشار النار في الهشيم في حياة الناس، فأصبح كل واحد بيقول للتاني إيه اللي حاصل؟ إذا أنت أذيتني أنا هتركك، فأصبح كل واحد فينا مهدد إن التاني يتركه إذا وصل له أي نوع من أنواع الأذية. ده عامل جديد من عوامل هشاشة العلاقات. حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان العلاقات بتكون حبل متين. سيدنا ابو بكر لما تربى في مدرسه حضره النبي صلى الله عليه وسلم اصبح يصدق حضره النبي في كل شيء ويحسن ظنه، حتى لما قريش جت وقالت له انت بتصدق ان صاحبك ذهب الى السماء وعاد في هذه الليله؟ قال ان كان قاله فقد صدق. هي دي العلاقه المتينه اللي ربى حضره النبي صلى الله عليه وسلم عليها سيدنا ابو بكر. اكتر حاجه ممكن تخليك توصل في علاقه لكي تكون علاقة متينة، أول شيء حاول بقدر الإمكان إن أنت عشان ما تقعش في هذه الهشاشة إن أنت تكون دايماً مبادر إن أنت تساعد الناس، لأن كل ما ساعدت الناس كل ما الناس كانوا أكثر ارتباطاً بيك. ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بأن القول الطيب والقول الحسن صدقة، وكمان علمنا إن كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. حاول بقدر الإمكان إن أنت تتخلص كمان من هشاشة العلاقات بأنك أنت تكون حسن الظن، وبأنك أنت دايماً ما تبصش إيه اللي علاقة الشخص الآخر بتضيفه إليك، ولكن كمان تكون قيمة إضافية للشخص الآخر. بطلب منك إن أنت تجعل كل علاقة فرصة ان انت تطلع احلى ما فيه. حاول تبص في الناس وتشوف احلى ما تستطيع ان تعطيه اليهم، لان انت لو عملت كده علاقتك هتتخلص من الهشاشة وهتكون دايما مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس اخلاقا.